سلام شباب، اليوم راح نتكلم عن طريقة تنزيل برنامج أو عمل لود لبرنامج على البي اي 500. عملية اللود دايركت بعد ما تكون مخزن أنت بياناتك على الميموري كارد، أوكي، بتروح على ميديا وميديا على كارد أساس يقرأ لك الموجود عندك في الكارت، وبتعمل عملية لود للبرنامج بشكل مباشر. بتختار أي برنامج ولازم يكون نهاية البرنامج دوت ست أساس يقرأه، بتعمل لود. يس، طبعا نقر الشاشة بس بنزل عندك البرنامج. طبعا عندك أساس تشغل عندك الأصوات، تعمل تختار الأصوات من عندك performance الأصوات، والإيقاعات عندك من خلال style select. طبعا لما ينزل عندك البرنامج بتكون نزل البرنامج، بعمل exit، بطلع على كلمة style أساس أشوف الإيقاعات. عادة معظم البرامج تكون مخزن الإيقاعات بال